عند الأسبقية والأفضلية على حساب نادي أربيل. وأكيد راح يكون هناك حديث لمدربي الفريقين طبعا سمير صديق وأيضا أيمن الحكيم للاعبين في فترة الاستراحة عملية الهجوم. ممكن ثاني الآن الحارث الحارث حاتم خطيرة خطيرة خطيرة. الثاني 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 الله هدف ثاني لنادي القاسم. والحارث حاتم نجم الشوط الأول الحارث حاتم بكرة ذكية مخادعة يسجل هدف ثاني لنادي القاسم. الله على الحارث حاتم الحارث حاتم نجم الشوط الأول. الله على الحارث الله على الحارث حاتم هدف ثاني لنادي القاسم. هدف شخصي ثاني للحارث حاتم في مرمى أربيل في مرمى أربيل. لاحظ لاحظ تضرب الدفاعات لنادي أربيل يستغل الحارث حاتم ويسجل بكرة ذكية بكرة رائعة من فوق الحارس حسين علي جولي يسجل هدف ثاني. لاحظ الإعادة لاحظ الإعادة دور رقابة للحارث حاتم دور رقابة للحارث حاتم من قبل لاعبين فريق نادي أربيل ولعبها بهذه الطريقة ليسجل ثاني الأهداف ثاني الأهداف ثاني الأهداف للحارث حاتم وثاني أهداف نادي القاسم في مرمى أربيل في مرمى أربيل. لاحظ الإعادة مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة وأمام فرحة لاعبي نادي القاسم وفرحة جماهير القاسم نادي القاسم من خلال هذه المباراة. إذن هدفين لنادي القاسم مقابل لا شيء لأربيل. أطلاقا ما كان الفريق أمامنا فريق أربيل اللي شاهدناه في المباريات الماضية في المباريات الماضية رغم أنه تعادل مع الزوراء لكن